السلام عليكم، عساكم بخير وبصحة وعافية للجماعة اللي مشترين الاي دي 4 اللي هي السيارة الكهربائية من فوكس واجن. راح أعرفكم على هذه السيارة في فيديو لاحق وبحط لكم اللينك. لكن اليوم شوفوا هذا. هذا it's called the CarPlay AI Box. طبعا الاي دي 4 يجي فيها Apple CarPlay وما تقدر تحط الاندرويد عليه. فهذا الديفايس الصغير يخليه يتحول الشاشة إلى your Android telephone. نفتحه ونشوف. Features مال البرودكت اللي تشوفوه كذا صغير وحلو. It's wireless، هذا أول شيء. ثاني شيء it's full Android system. Wireless CarPlay مثل ما قلت. 38 GB RAM, 32 GB ROM. سريع في navigation, music, built-in GPS. تقدر تحطه في سيم كارد أيضا. حلو. Comes in a tiny box كذا. داخله في user manual. كما تشوفوا نانو سيم و TFT card يدخل فيه. And this is the device. صغير حلو ومع كيبلات. Action port. Put the wire in. We'll connect it to the back of this. اشتغل. Now to connect. عندي نتفليكس في السيارة، VLC player، كروم، سبوتيفاي، يوتيوب، بلاي ستور، اوتو كيت، الفون، الهوم والمابس، وكل شيء موجود هنا كأنها شاشة اندرويد. برودكت جدا رهيب. I will tag على امازون اي. انا طبعا اشتريته من الامارات وشحنوا لي اياه من الامارات. فبرودكت جدا جميل بصراحة، يفتح لك فانكشناليتيز كثيرة في السيارة.